بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الفيديو الأول في شرح برنامج ليتك، وهو التطبيق العملي للثريد اللي كتبته في حسابي على تويتر. في هذا الفيديو راح أعطي نبذة مبسطة ومختصرة عن برنامج ليتك، أهمية البرنامج، سأتكلم عنه تاريخيا، لماذا يعتبر بديل أفضل من برنامج الوورد فيما يخص الكتابة العلمية، عمل البرنامج، طريقة استخدام البرنامج، وأخيراً التحميل. أهم الاشتراطات في الكتابة العلمية هو المحافظة على التنسيق. معالجات النصوص مثل برنامج الوورد ما هي قادرة تحافظ على التنسيق طول ونحن شغالين. التنسيق ممكن يختلف في أي لحظة. برنامج الوورد هو برنامج للكتابة العامة، والكتابة العامة ما لها يعني شروط معقدة زي الكتابة العلمية. الكتابة العلمية لها شروط معقدة ومعايير محددة. معالجات النصوص ما هي قادرة تلبي هذه المتطلبات بكفاءة عالية. هذا خلانا نبحث أو نحاول البحث عن بديل لبرنامج الوورد، وهو ما أدى في الأخير إلى اختراع برنامج ليتك. إذا كنا راح نتكلم بشكل تاريخي عن ظهور برنامج ليتك، ممكن نقول أن دونالد نوث هو أول من ساهم في ظهور برنامج ليتك، لأنه في عام 1978 اخترع نظام مخصص للكتابة العلمية سماه تك. حسب ما سمعت أنه من أسباب اختراع نوث لنظام تك هو أنه احتاج يدرج معادلات رياضية في المستندات اللي كان شغال عليها، وأتوقع في وقته ما كان في شيء كبير ممكن يخدمه يعني في هذا الجانب. وحاليا بعد ما تطور النظام بشكل كبير جدا، صار هناك سببين رئيسيين لإنشاء نظام تك. السبب الأول إخراج الكتب بجودة عالية وبأقل جهد، وتوفير نظام يعطي نفس النتائج على جميع الحواسيب. النقطة الثانية أعتقد هي النقطة الفاصلة بينه وبين معالجات النصوص، وهو المحافظة على التنسيق، لأنه كثير ما يحصل في برنامج الوورد لو نقلنا المستند إلى جهاز ثاني كثير من الأحيان أنه غالب ما راح يختلف التنسيق. هنا ما راح يختلف التنسيق أبدا. راح أتكلم بتفصيل أكبر في هذه النقطة لما أوصل لطريقة عمل البرنامج. نرجع نكمل. لاحقا جاء شخص اسمه ليزلي لامبورت، أخذ نظام تك وقام بتطويره وتحويله إلى برنامج قابل للتحميل على أنظمة التشغيل، وسمى ليتك. طبعا الاسم جاء من اسمه هو الشخصي. وفي عام 1989 سلم لامبورت الصيانة والتطوير إلى فرانك ميتلباخ، وميتلباخ سوى له فريق وأطلق مع فريقه في سنة 1994 الإصدار الثاني من برنامج ليتك، اللي يعتبر الإصدار الحالي حتى يومنا هذا. ليش ممكن استخدم برنامج ليتك؟ اعتقد ممكن يكون اهم سبب يخلي الواحد يستخدم برنامج ليتك هو ان البرنامج يتكيف على حسب نوع المستند اللي شغالين عليه. فمثلا لو قلنا راح نشتغل على ريبورت، فمجرد ما نحدد ان المستند اللي شغالين عليه ريبورت في البرنامج، البرنامج راح يعطينا مباشرة التنسيق المناسب للريبورت، وهذا يخلينا نركز على الكتابة وما نهتم كثير كيف راح يطلع شكل الكتاب، لأنه التنسيق غالبا راح يكون جاهز. وإذا كان في أمور نبغى نغيرها في التنسيق فراح تكون أمور بسيطة، يعني أمور فنية ولا أكثر يعني، وهذا يوفر الكثير من الوقت عكس ما يحصل في برنامج الوورد. في برنامج الوورد راح نكتب وننسق في نفس الوقت، والصورة الجاية راح توضح الفكرة. تلاحظون في هذه الصورة أنه الجهد في البداية راح يكون قليل في برنامج الوورد، وكل ما تعقد المستند زي ما أنتم شايفين راح يزداد الجهد المبذول للمحافظة على التنسيق. هذا كذا كانت الكتابة علوم طبيعية، ويكون الأمر أكثر تعقيدا لما تكون العلوم اجتماعية. أما في برنامج ليتك البداية تكون متعبة، ولكن
مع الاستمرار في كتابة المستند نلاحظ أن الإفورت المبذول في المحافظة على التنسيق يكاد يكون ثابت. الزيادة فقط زيادة طفيفة، هذا مقارنة ببرنامج الوورد. مميزات برنامج ليتك: أول ميزة وأعتقد أنها ممكن تكون أهم ميزة للكثير أنه مجاني، لكن الإشكال أنه يحتاج إلى تعلم وتعلم تعلم، ما هو يعني البرنامج صراحة متعب في التعلم. الميزة الثانية هو أنه لا يتأثر الملف أو المستند بكثرة الرسومات زي ما يحصل في برنامج الوورد. طبيعة عمل برنامج ليتك طبيعة بشكل عام هي برمجية أكثر من برنامج الوورد، لذا فإنه ما تقريبا تكاد تكون يعني المساحة أو حجم الملفات شبه حجمه جدا صغير. أيضا لا يفقد الدقة في إدراج المعادلات عكس برنامج الوورد. برنامج الوورد كل ما زاد عدد المعادلات يصعب التنسيق تنسيقها. وأيضا لا يفقد البرنامج مع ازدياد حجم الملف، هذه مرتبطة بالنقطة الثانية اللي تكلمت قبل شوية عنها، هو أنه حجم الملفات غالبا يكون جدا صغير لأن طبيعة البرنامج هي طبيعة برمجية أكثر. كل ما سنكتبه هو أكواد، والأكواد تكاد لا تكون لها حجم أصلا قابل للبرمجة كما ذكرت قبل قليل. تركيبته تجعله أقل تأثرا بالفيروسات، نعم، لأنه كل ما نحصل عليه هو مجرد نصوص، والنصوص ليس هناك أي شيء ممكن يعني يجعلها تتأثر بالفيروسات زي ما يتأثر برنامج الوورد. هذه المميزات ممكن لو تقارنها مع برنامج الوورد راح تلاحظ أن برنامج ليتك أفضل حتى في الكتابة العادية. كيف يعمل برنامج ليتك؟ برنامج ليتك هو أشبه ما يكون بنظام مقارنة بمعالجة النصوص. معالجة النصوص تتبع نظام يسمى What you see is what you get. أما برنامج ليتك يتبع نظام What you see is what you mean. نظام What you see is what you mean يعني أن النصوص اللي نكتبها ما راح تظهر مباشرة مثل ما يحصل في برنامج الوورد. بعد ما نكتب النصوص نقوم بعمل تنفيذ لهذه النصوص بواسطة المنفذ أو الكومبايلر. الكومبايلر يقوم بتحويل هذه النصوص والأوامر إلى مستند مكتوب على هيئة ملف PDF. هذا يعطي لبرنامج لايتك أفضلية في حفظ المساحة، لأنه ملفات PDF غالبا يكون حجمها صغير مقارنة بحجم ملفات الوورد. استخدام برنامج ليتك: عشان نستخدم برنامج ليتك نحتاج نحمل شيئين. الشيء الأول تك ديستريبيوشن، توزيعات نظام تك. الشيء الثاني محرر نظام تك إديتور. أولا نقوم بتحميل التوزيعة. لتحميل التوزيعة ندخل على الرابط وننزل لآخر الصفحة، نختار التوزيعة المناسبة للنظام التشغيل اللي شغالين عليه. فأنا في حالة شغال على نظام ماكنتوش أختار توزيعة ماك تك، وبعدين ماك تك داونلود وثبتها كبرنامج عادي على الجهاز. أما في حالة استخدام نظام ويندوز نثبت توزيعة ماك تك، نضغط هنا داونلود ونثبتها كبرنامج عادي. من المهم جدا اتباع التعليمات بعناية. بعد ما نخلص من تثبيت التوزيعات نثبت أحد المحررين اللي شايفينهم. المحرر الأول اللي أنصح فيه وهو اللي أنا أستخدمه وهو محرر تك ستوديو. بعد ما نخلص من تحميل التوزيعة نثبت هذا المحرر.
أو هذا المحرر، وكلهم شغالين على الويندوز والماك. وخلاصة الكلام، لنظام ماكنتوش نثبت أول شيء توزيعة ماكتك، وبعدين نثبت واحد من المحررين ذولي، المحرر الأول تيك ميكر، المحرر الثاني تيك ستوديو. ولنظام ويندوز نثبت أول شيء توزيعة ماكتك، وبعدين واحد من المحررين ذولي تيك ميكر أو تيك ستوديو. وإلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.